الله صباحكم بكل خير، جمعة مباركة نتمناها للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض، حيث يسود طقس مستقر، تفرق لبعض الغيوم العالية 19 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموسة 18، الرطوبة منخفضة والرياح تكون نشطة السرعة جنوبية غربية الاتجاه. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، حتى تسود أجواء باردة نسبيا، سكاكا 16 إلى 5، عرعر 15 إلى 4، وتبوك 19 إلى 8 درجات مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 24 إلى 13، مدينة جدة تفرق لبعض الغيوم 32 إلى 22، نفس الأجواء في مكة المكرمة والطائف 24 إلى 13 مع طقس غائم جزئي. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 19 إلى 11، أبها 21 إلى 19، وجازان 30 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام رياح نشطة 21 إلى 12، حفر الباطن 17 إلى 6، والإحساء رياح نشطة أيضا 21 إلى 9 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 19 إلى 10، بريدة 19 إلى 9، وحائل طقس غائم جزئي 18 إلى 5 درجات مئوية فقط. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.